هاي، أنا اسمي عبير علي، أنا ميك اب ارتست وأخصائية تجميل لبنانية. بدي أدعي كل ست وكل صبية على ليبانيز بيوتي سنتر. هون بتلاقي كل شي بخص جمالك تحت إشراف نخبة من الأخصائيين. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي خبيرة التجميل اللبنانية عبير علي. أهلا بيكي. ازيك يا سما؟ بشكرك في البداية إن أنت لبيتي دعوة البرنامج. بشكرك على حاجة تانية، إن أنت عملتي لي ميك اب حلو جدا في وقت قليل جدا. الميك اب عجبني قوي، ميرسي ليكي. عايزين نتكلم النهاردة عن الحاجات الأورجانيك. اوكي. بنات كتير جدا عايزة تظبط شعرها، تعمل بروتين، تعمل كل حاجة في شعرها، وفي نفس الوقت يبقى شعرها حلو وتلات الشعر ناعمة. اوكي. نتكلم عن الصبغة. نتكلم عن صبغة. أوكي. صبغة الأورجانيك، يعني شو صبغة أورجانيك؟ هي صبغة بتكون 80 أو 90% مواد طبيعية، ما بيكون فيها يعني مواد مؤذية للشعر، وهيك بيكون فيها زيوت، بيكون فيها أرجان، بتكون فيها تقدر تحطها المرأة الحامل واللي بترضع يعني. والوانها ان لما تكون واحده حامل ما تحطش ولا صبغه ولا اي حاجه. ايوه. ليه؟ عشان الامونيا، الصبغات الامونيا والصبغات الكيماويه بيكون فيها امونيا كتير وقطران، ودي بتدمر الشعر. ممكن مثلا البخار بتاعها وكده الحامل تستنشقه، او بحاله بسيطه ممكن يعمل تسرب بالجلد. يعني الصبغه الموجوده عندك اورجانيك ما بتاثرش على. ايوه. والوانها حلوه قوي يعني. اكيد كل الالوان موجوده طبعا. كلها جايه من لبنان طبعا. طيب بالنسبه للبروتين ده، واحده عايز تفرد شعرها
وبرضه في نفس الوقت مش عايز تهلك الشعر. في البروتين المعالج او البروتين تريتمنت، ده بروتين برضه بيكون فيه زيوت طبيعيه، بيكون فيه جوجوبا، جنين قمح، كولاجين حيواني، بيفرد بنسبة 95% وآمن برضو للأطفال، وبيضاين يعني بيفضل وقت طويل على الشعر. حضروا ورقة وقلم يا جماعة عشان كمان شوية في وصفة طبيعية لبنانية حلوة جدا فاكتبوها معانا. طيب بالنسبة لتركيبة الشعر، ايه أفضل تركيب اللي هو بيحافظ على الشعر؟ في بيعملوا الترندات والشمع والشباتير، في كذا حاجة، فانت بتفضلي ايه؟ بصي كصيفية وهيك وصبايا بدهم يغيروا لون شعرهم وكده، بدل ما نجهد الشعرة بتاعتنا انه بقى نحط مثلا دبل فيس، كوكيز، والالوان كلها متوفرة يعني الالوان. الدبل فيس مش بيأثر على الشعر هيك؟ لا، وتبقى مثلا مش بتجهدي الشعرة بتاعتك، يبقى الشغل كله على الشعراي المتركبة مثلا، وتحافظي على الشعر واللون الالوان اللي بدك اياها بتحطيها يعني. طيب قلتي حاجة تانية غير الدبل فيس؟ هي كوكيز يعني، كوكيز او دبل فيس برضو. الكوكيز اللي هو الشطورة دي اللي لا، دي بتتلزق بالجلوب بتاعها يعني. أوكي. على شعرية فيها الوان، الوان الصيف بقى، الالوان البلوند، الالوان القاش، الالوان الكوراي، كل الالوان الحلوة يعني موجودة فيه. انت قلت لنا في النهاردة مفاجأة، عملنا وصفات طبيعية لبنانية هتحافظ على الشعرية وهتفرق معنا كتير قوي. شوفي ممكن نقول مثلا قبل النوم. أوكي. تبقى تعمل تفتح أمبولة فيتامين اي، قول هو فيتامين اي ايوه، تعمل لها تدليك، تنشط الدورة الدموية، تعمل لها تدليك. أوكي. مثلا وتفضل تحطها الصبح، والصبح تغسل شعرها بشامبو اورجانيك. يعني هي هتنام بيها، تحط الفيتامين. أيوة. على شعرها. أيوة. المساج وتنام بيها. اوكي. وهنتكلم عن زيت يعني مميز انا بقول. أوكي. غير زيت طبعا، زيوت جوز الهند وزيوت الحاجات دي كلها حاجات حلوه، بس هقول احكي عن زيت السمسم. اوكي. وايه الفرق بينه وبين الزيوت الثانيه؟ زيت السمسم غني قوي بفيتامين اي اللي هو اي يعني، وبي 1 عنده. شو الفرق بينه وبين الزيوت الثانيه؟ انه هو بيكافح شيخوخه البصيلات الشعر يعني، بيخلي باخر الشعر الابيض. وده عن جد الفرق الحلو فيه كتير، بالاضافه انه كتير بنعم الشعر، وممكن نحطه على الجلد. يعني احنا بنحطه لوحده ملوش اي حاجه معاه. ايوه، نحطه كمان على الجلد، هو كمان واقي للشمس، فلتر بنسبه 30%. زي السيرم كده ممكن فلتر للبشره، ممكن نحطه على البشره، على البشره وعلى الشعر، ممكن نحطه على كعب الاجرين مثلا عشان تشققات، وحتى للبيبيز عشان طفح الحفاض والحاجات دي. زيت حلو قوي، نحطه بالليل مثلا ونبقى نشيله عشان الشعر. ونغسل بشامبو اورجانيك، مهم شامبو اورجانيك ما فيهوش سلفات، عشان السلفات هو بيوقع الشعر يعني. ولو عايزين نعمل نستعمله كوقايه يعني، كفلتر من اشعه الشمس وكده، نبقى نحطه قبل ما نخرج من البيت بربع ساعه مثلا. طيب دلوقتي يعني عايزين نتكلم في حاجه تانية، تسريحات النهار وتسريحات في الليل. دلوقتي النهارده اول يوم الحظر اتفك، فطبعا البنات كتير عايزه تنزل بالايد. نتكلم عن حاجه قبل، بما انه الحلقه حاجات عن تريتمنت وحاجات كده، خلينا نحكي عن العلاج بالبلاسينتا او امبولات البلاسينتا. الامبولات دي بتنشط الخلايا الجذعيه الموجوده بالشعره. تمام. وبتقضي على موضوع التساقط، تعرفي هلا صيفيه ورطوبه وهالحاجات هيدي بتوقع الشعر وهيك. حتى ممكن يعني تعالج التساقط اللي بيكون بسبب الشيخوخه او بسبب المعالجه الحراريه القاسيه على الشعر. فدي حاجه حلوه. ده لو حد بيستعمل سشوار وفير كتير بقى يستعمل الامبولات. ايوه ايوه، دي موجوده عندك؟ موجوده، هي مستخلصات المشيمة يعني، هي من مستخلصات المشيمة. دي نعملها كل قد ايه؟ كل اسبوع؟ كل اسبوع مرة، هتفرق قوي في حتى في الفراغات اللي بالشعر وكده، هتفرق يعني. بتنعم الفراغات كتير. وبتنعم الشعر؟ وبتنعم الشعر وتقله؟ وتقله. طب ده حلو قوي. واحدة كل اسبوع، بعد شهر يبان نتيجة؟
بعد الشهر، بعد قد ايه؟ بعد 3 أسابيع مثلا يبقى يبان النتيجة. طيب نرجع بقى للسؤال اللي هو تسريحات بالنهار وبالليل، بتفضلي ايه بالنهار؟ شوفي قد ما فينا نحن الموضوع بتاعنا اليوم عن الحاجة الأورجانيك، و يعني قد ما فيكي ما تجهدي الشعر، ما تجهدي يعني مثلا خلي بالنهار مثلا مش تعملي سيشواريات وبيبيليس والحاجات دي، يعني خلي مثلا تبقي قلنا نحط كوكيز او نحط دبل فيس. اي دبل فيس، حاجات يعني اوكي نخفف يعني نرحم شعرنا شوية، اوكي نبقى مثلا نعمل نرفعه هيك بشكل حلو، يعني نخلي نلم شعر التسريحات بالنهار احسن، السندل. ايوه، وبالليل نبقى نخلي الحاجات اللي فيها هلكو كده بالليل مثلا يعني. اوكي عايزاكي بقى تقولي للبنات كده الملكات، ملكة تواجه، وصفة طبيعية أخيرة لبنانية، حاجة كده تكون مش موجودة عندنا، نختم بيها الحلقة. شوفي نحن ممكن الحلقة الجاية سمر نخليها كلها وصفات طبيعية، الحلقة الجاية كلها خليها وصفات كلها طبيعية. وصفات طبيعية للبشرة للشعر، هيك نبقى عشان ما اعطيهم حاجة واحدة او حاجتين، خليني اعطيهم حقهم بقى. طب الحلقة الجاية كده مفاجأة بقى، وصفات كلها طبيعية لبنانية. تمام، أنا بشكرك جدا إن أنت لبيتي دعوة البرنامج، ميرسي ليكي جدا، وإن شاء الله أشوفكم حلقة تانية معانا. الحلقة الجاية نتكلم عن الوصفات الطبيعية، تابعونا وخليكم معانا، وإلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله.